ليه؟ خليني بقى أبدأ معاك سريعا كده عشان خاطر نكسب وقت. ليه كتر التفكير ممكن ما يوصلنيش للنقطة اللي أنا عايز أوصل لها؟ اشكرك. انا اولا سعيد ان انا معاك النهارده. من حوالي 10 سنين بالظبط لما كان عندي 29 سنه، النهارده عندي 39، حط ايده على كتفي احد الاساتذه، وكنت انا بدرس في كليه الاعلام في جامعه الشارقه، وهو كان مهندس والمهندسين دماغهم مترتبه شويه. فقال لي: يا احمد انا شايفك بتتحرك كتير، عجبني قوي فكره الحركه المفرطه او النشاط المفرط وبتحرك في كل اتجاه. قال لي: يا احمد شايفك بتتحرك كتير وبتشتغل كتير وبتعمل مؤتمرات وبتروح وبتسافر وبتلف، خليني اسالك سؤال. قلت له: اتفضل. قال لي: لو بعد 10 سنين من النهارده اكتشفت ان انت كنت ماشي غلط، شعورك هيبقى عامل ازاي؟ هو قال لي الكلام ده وانا عندي 29 سنه، كان السنه التانيه ليا في الجامعه، في جامعه الشارقه. اعتقد دلوقتي حان الاجابه على السؤال بعد 10 سنين. لكن هو بيسالني السؤال ده اداني الروشته، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده. قال لي: يا احمد اتحرك ما تتحرك، انجز ما تنجز، اتعب ما تتعب، لو انت ما جاوبتش على 6 دواير، على 6 لايرز، 6 طبقات بشكل محدد جدا، ويبقى الاجابه بالنسبه لك اوضح من لما اقول لك اسمك ايه، يبقى انت ما بتنجزش، انت مش بتحط تعبك في وعاء امن. ايه هما ال6 حاجات دول؟ قال لي: اول حاجه انت مين؟ وتاني حاجة رؤيتك ايه؟ وتالت حاجة رسالتك ايه؟ ورابع حاجة اهدافك ايه؟ وخامس حاجة ادواتك ايه؟ وسادس حاجة الخطة والخريطة بتاعتك ايه؟ قال لي: مفيش انسان في الدنيا عايز فلوس، عايز منصب، عايز وجاهة، عايز برستيج، عايز مال، عايز نجاحات علمية فنية، الا ولازم يهندس حياته ويبني حياته. ولو قلنا ان اكبر مشروع في الدنيا تكنولوجي ولا معماري ولا عمراني ولا كذا وكذا، مين اللي عمل دور الانسان؟ الانسان نفسه. فوجب على الانسان نفسه ان هو يكون هذا المشروع، بدليل ان كتير مننا حاسس، ده شعور عند كتير مننا، ان المجهود اللي بيبذله اكبر من المدخلات واكبر من المخرجات واكبر من الانجازات. يقول: انا تعبت كتير وحصلت قليل، انا عملت مجهود غير عادي وكانت النتيجه قليله. السبب هو ان ال6 دوائر دول مش واضحين، مش مرتبين لدى كل واحد فيهم. ما بيبقاش عارف ان هو يطلع الرؤيه بتاعته يقراها. الرحله بقى بتبدا منين؟ يكتشفها ازاي بقى؟ الله يفتح عليك. اول دايره: من انت؟ مره بسال واحد او مجموعه من الناس، كنا في الجامعه، فبقول له: من انتم؟ من انت؟ جاوبوني على السؤال. فرد واحد قال: انا احمد. قلت له: ما قلتلكش ما اسمك. من انت؟ قال لي: انا محاسب. قلت له: ما سالتكش وظيفتك ايه. من انت؟ قال لي: رسام. قلت له: ما سالتكش هوايتك ايه. من انت؟ قال لي: مصري. قلت له: ما سالتكش جنسيتك ايه. من انت؟ مسلم. ما سالتكش ديانتك ايه. من انت؟ من انت بيساوي ما قيمتك، قيمة المرء في قيمه، وقيمة المرء فيما يحسنه. قل لي ماذا تحسن، والإحسان هو أعلى من الإتقان وأعلى من الإبداع. قل لي ماذا تحسن، أقول لك من أنت. إذ أن الشخصية، الكيان، هو مجموعة من القيم، هو مجموعة من المكونات اللي هي فيها الإحسان. طيب، عشان تعرف أنت مين في العمق، أنت محتاج تعمل حاجة اسمها SWOT analysis، وهي 4 حاجات: القوة والضعف والفرص والتحديات. القوة، ايه نقاط القوة؟ واكتبها. والضعف، واكتبه، خليك صادق مع نفسك. والتحديات اللي بتقابلك عشان تحقق، والفرص اللي هي ربنا سخر لنا كل حاجة في الحياة. اللي بيملى الجدول ده بشكل محترم بيكتشف او بيتعرف على نفسه، وانا بسميه دايما هو تمرين المراية، ان انت بتشوف نفسك قصاد نفسك. دي اول دايرة. الدايرة التانية الرؤية. عرفت نفسك، تعرفت على نفسك، عرفت امكاناتك، عرفت قدراتك، طاقاتك، مواهبك. الرؤية ايه ببساطة؟ حضرتك شايف نفسك فين بعد 10 سنين؟ في قصة يابانية، اب قاعد مع ابنه وماسك خريطة العالم وماسك القلم وعمال يقول: ايه تغزو اليابان عسكريا هنا وتكنولوجيا هنا وعلميا هنا وبتاع. فابنه رخم شوية، متعرفش ياباني مصري. بابا بابا بابا. فابوه اخر ما زهق منه قام مقطع خريطة العالم ورميها. عايز ايه؟ بعد شويه قال له: عقاب ليك، رجعها لي زي ما كانت. دقيقتين الطفل رجعها له زي ما كانت. قال له: انت ازاي عملت كده؟ قال له: وانت بتتفرج على خريطه العالم من الناحيه التانيه كان في وش بني ادم، فانا ظبطت وش البني ادم جمع على الوش، اتظبط العالم.
دي حكمه، انت مجرد انك تبقى عارف انت رايح فين وتظبط. هو التاريخ اتغير بغير بافراد، هو النجاحات العظمى ستيف جوبز، بيل جيتس، احمد زويل، نجيب محفوظ، عباس العقاد، طه حسين، هي الناس دي كانت مؤمنه بنفسها وحطت رؤيه. لما ام احمد زويل تكتب دكتور احمد زويل على اوضته، لما ام مش عارف وحطت له فيجن علشان خاطر تقول له انت مش قيمتك النهارده، بص بكره انت هتبقى فين، بكره ده ممكن يكون لعشر سنين. انا لفيت العالم زي ما انت عارف، انا عشت في حوالي 25 دوله وشفت ازاي بتزرع الرؤيه في الاطفال في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي.